السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. أيام جميلة، أيام مباركة، أيام طاعات. يوم التروية النهاردة، والحجاج يعني بيرتووا فيه وبيستعدوا فيه ل يعني استقبال يوم عرفة، الركن الأعظم من أركان الحج. ربنا يتقبل مننا جميعا. وهنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أحكام العيد وصلاة العيد، ونعمل إيه في صلاة العيد من باب التذكرة كده، ومن باب إن إحنا زي ما قلنا مبارح نعلم أولادنا ويكونوا فاهمين كل حاجة تتعلق بأمور دينهم علشان يكبروا عليها. هنتكلم أكتر عن أحكام العيد مع فضيلة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام وحضرتك بخير. متشرفين بوجود حضرتك معنا. ويعني اتكلمنا امبارح عن احكام العيد، وبنستكمل النهارده الاحكام دي، وهنتكلم اكتر عن صلاه العيد. بدايه، حكم صلاه العيد ايه؟ ومن باب التذكره لينا كلنا كده ونعلم اولادنا كمان الصغيرين، كيفيه صلاه العيد والمختلف بينها وبين الصلاه العاديه. هو صلاه العيد بتتميز ان عندنا في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه بيبقى فيه زياده تكبيرات. فاحنا بعد تكبيره الاحرام بنكبر 7 مرات تاني قبل ما نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وفي الركعة التانية بعد تكبيرة القيام للركعة التانية بنكبر كمان 5 تكبيرات، وبعدين نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. هو ده وجه الاختلاف بالنسبة للصلاة. زائد ان فيه خطبتي العيد، دول سنة، ولذلك كانوا بعد صلاة العيد ويستحب ان احنا نقعد نسمع خطبة العيد وبعد كده ننصرف، ويستحب ان اللي هيخطب العيد يتكلم فيهم عن احكام العيد. فاحنا في عيد الاضحى يتكلم عن احكام الاضحية ويحث الناس على صلة الارحام وعلى اطعام الطعام وعلى الصدقة وهكذا. ايه اللي بيسن ان احنا نقرأ بيه في صلاة العيد؟ وكمان موضوع، لو أنا فاتتني صلاة العيد أعمل إيه؟ هل ينفع أصلي الصلاة بس حتى مثلا وأنصرف بعدها من الخطبة؟ يعني الأحكام دي كلها. هو بالنسبة للمستحب في صلاة العيد أن الإمام يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، أو في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر. طبعا من أهمية صلاة العيد ومن أهمية الفرحة بها، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أن احنا نخرج الحيض. يعني لو فيه امرأة حائض وهي لن تصلي ولكن أيضا تخرج لحضور الصلاة. ولذلك احنا لما بنخرج لصلاة العيد بنخرج بنسائنا وبنخرج بأطفالنا، وبتلاقي كده البهجة في المساجد، معلقين البلالين والزينة والأنوار، ويجيبوا شوية لعب للأطفال وشوية بونبوني وشوية عيديات. فلابد أن احنا نظهر هذه البهجة وهذه الفرحة، حتى أن الفرحة بهذا اليوم واجبة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من أهمية هذه الصلاة إن إحنا برضو اللي فاتته الصلاة في المسجد مع الجماعة أو في الساحة مع الجماعة مفيش مانع إن هو يصليها في البيت بنفس يعني الكيفية. يعني صلاة العيد دي ممكن نصليها مع الجماعة، وممكن نصليها فرادة، وممكن نصليها في البيت، وممكن نصليها في المسجد، لكن هي السنة فيها هذا الاجتماع وهذه الفرحة. فالسنة فيها إن هي تكون جماعة، وإن هي تكون في الساحة أو في المسجد. من النقاط المهمة جدا حضرتك أشرت ليها مسألة البهجة، وهنا يعني إن كانت صلاة العيد نفسها سنة مؤكدة، يعني اللي يعملها زي ما حضرتك قلت مش معليهوش حاجة، ولكن فيها مظهر من مظاهر الفرحة والبهجة العامة، اللي هو كلنا بنفرح مع بعض، كلنا مبسوطين مع بعض، صغيرين وكبار، رجال ونساء، فده شيء مهم وعايزين حضرتك تؤكد لنا عليه أكتر. إيه الحكمة إن نبقى متجمعين بالشكل الكبير ده كلنا عشان نفرح مع بعض؟ يوم الجايزة. يوم الجايزة في الفطر اللي هو للصائم فرحتان. فرحة عند فطره، يوم الفطر. فده يوم الجائزة. فكان الفرحة فيه واجبة. وأيضا هذا العيد، عيد الأضحى، بعد ما
تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى اللي في بلده بالأعمال الصالحة واللي في الحج بأنه هو أدى المناسك، ها يجي يوم العيد ده هو يوم الجائزة. عارف أنت كده لما بيبقى يوم التخرج، يوم التخرج ده اللي هو إيه؟ اللي هو إحنا تعبنا وذاكرنا ونجحنا وهنيجي ناخد شهادات التقدير يوم التخرج، يوم حفلة التخرج. أهو ده بالظبط زي كده، يوم الجائزة من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لعباده، ولأنه يرى منهم هذه العبادة وهذا الخضوع وهذا الاستسلام، فكان الفرح في هذا اليوم واجبا. ولذلك هتلاقي ناس بتسأل عن زيارة المقابر يوم العيد. بالضبط. على فكرة دي رجعة لقصد الإنسان، فمن ضمن الفرحة إننا كما أفرح مع الأحياء أفرح أيضا أو أفرح الأموات بزيارتهم. فأنا لو رايح أزور القبور بقصد إن ده يوم فرحة، يوم صلة، يوم بر، يوم إحسان، يوم تتنزل فيه الرحمات، فما فيش مانع. وإنما يمنع من يذهب إلى المقابر لكأنه يعترض على قضاء الله وقدره، وكأنه يقول لا عيد بعدك يا فلان، يوم العيد هروح المقابر، إن ما فيش عيد، إن ما فيش عيد بعد ما فلان مات، هو ده اللي ممنوع. لكن إذا كان هذا من ضمن برنامج الفرحة والبر بتاع يوم العيد والبر والصلة، نعم. لا ده حاجة مستحبة. ولذلك هنلاقي كده على مصغر شوية إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الأحاديث، ويوم الجمعة عندنا يوم عيد، أنه يستحب زيارة المقابر يوم العيد، يوم الجمعة. وخصوصا زيارة الوالدين، ونعيد ونكرر لحد ما الناس تحفظ الحديث، من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة مرة غفر له وكتب برا، يعني برا بوالديه. فلا هذا يوم يستحب فيه أو يجب فيه الفرح، ولا يجوز أبدا إن إحنا نظهر بأي مظهر نظهر منه الاعتراض على قضاء الله، وإن إحنا مش عاوزين نفرح، وإن إحنا عاوزين نحزن، وإن إحنا عاوزين نقلبها نكد، وهكذا. أحد مظاهر الفرحة مسألة التكبير. عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي كده الصيغة اللي نكبر بيها، ونبدأ تكبير من إمتى، أو التكبير بدأ أساسا من إمتى؟ نقول التكبير مع بعض مثلا في البيت، ولا وإحنا نازلين لصلاة العيد وفقط، ولا نعمل إيه؟ إحنا عندنا التكبير في العيد نوعين، أو في هذه الأيام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ولتكبروا الله على ما هداكم، ولا اللي هو واذكروا الله في أيام معلومات، ده اللي هو بنسميه التكبير المطلق. إيه التكبير المطلق ده؟ إن إحنا بصيغة التكبير اللي إحنا عارفينها نكبر ربنا، نكبر من ساعة ما يدخل شهر ذو الحجة، يعني من أول هلال شهر ذو الحجة وإحنا نكبر. ده اسمه التكبير المطلق. المطلق اللي هو في الأسواق، في البيت، في المسجد، مفيش يعني في أي وقت غير مقيد، مطلق يعني غير مقيد بوقت ولا بمكان. فنكبر الله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي مكان. عندنا التكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات الخمس المفروضة، اللي هو بنسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي الإمام واللي كانوا بيصلوا معاه جماعة يكبروا. ده بيبدأ من فجر يوم عرفة لحد عصر 13، اللي هو ثالث أيام التشريق. ده التكبير بنسميه المقيد. الصيغة إيه بقى؟ الصيغة اللي هي درج عليها المصريون. اللي ورد في الصيغة أثرين أو حديثين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد حديث آخر عن صحابي آخر: الله أكبر كبيرا
والحمد الحمد لله لله كثير. كثيرا. نعم. طيب، جه سيدنا الإمام الشافعي دخل إلى مصر، فوجد المصريين مزودين حاجة، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، وحده صدق وعده، ونصر ونصر عبده عبده، وأعز وأعز جنده. جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين مخلصين له له الدين الدين ولو ولو كره كره الكافرون. الكافرون. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وعلى عليه وسلم. آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم وسلم تسليما تسليما كثيرا. كثيرا. فعجبته أوي الصيغة. أنت عارف سيدنا الإمام الشافعي كان معاصر لستنا السيدة نفيسة، نعم نعم نفيسة العلوم نعم نعم رضوان الله عليه. رضي الله عنها نعم. وأرضاها، ورضي الله عن سيدنا الإمام الشافعي، اللهم آمين. فقال: وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم أو المصريون اليوم فحسن. ما شاء الله. يعني استحسن هذا إن نعم. إحنا نكبر بهذه الصيغة. وعلى هذا بقى جرى عمل المسلمين على هذه الصيغة. الصيغة التي ابتدعها المصريون، وهي بدعة حسنة. نعم. ونعمة البدعة هي كما قال هذه الجملة مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب نعم رضي نعم الله عنه وأرضاه، لما شاف الناس مجتمعين في صلاة التراويح فبيسألوه، قال: نعمة البدعة هي. فكون ان الناس تجتمع على ذكر الله وتزيد في التكبير للعيد بان هم يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاه والسلام كاشف الغمه، نعم فده حاجه جميله جدا. نعم والنقطة هنا اللي عايزين نأكد عليها هي إن التكبير ده مظهر من مظاهر الفرح، انشروا الفرح يا جماعة، احنا عايزين نفرح ونتبسط كلنا ونبقى أطفالنا مبسوطين وحاسين بالشعائر الجميلة دي، فده شيء مهم خد جدا. بالك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سلام. من ضمن امره بالفرحه ان احنا ما نسيبش المساكين، نعم. ولذلك تلاقي في عيد الفطر فرض زكاة صدقة الفطر الفطر أو زكاة الفطر. نعم. أسوة بالأضحى على فكرة، اللي هو قال في الأضحية. أغنوهم عن السؤال نعم هذا اليوم في الفطر، نعم فرضها ليه؟ عشان يبقى زيه زي الأضحى اللي هو كده كده فيه طعام. نعم في أضحية. ولذلك جه سيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه في وسلم. سنة من السنوات وظهر احتياج الناس للطعام وكذا، فنهى أحدا أن يدخر لحما بعد 3، لازم الناس كلها تاكل. يعني إيه؟ صلى الله عليه يعني وسلم. لازم الناس كلها تحس بفرحة هذه الأيام، قال: إنها أيام أكل وشرب. فلا بد أن نظهر هذه الفرحة، لا بد أن نكون كاليد الواحدة، لا بد أن يحب كل واحد منا ما يحبه لأخيه، لا بد وحضرتك أن يظهر هذا الفرح نعم في المجتمع كله وعلى جميع أفراده، مسلمهم وغير مسلمهم. نعم نعم سيدنا صحيح. أحد الصحابة الكرام كان إذا ذبح ذبيحة ومنها الأضحية، نعم. كان له جار يهودي، فكان أول واحد يأكد عليه: هل أعطيتم منها لجارنا اليهودي؟ سبحان الله. فرحة يجب أن تشمل الكل. نعم. المصريين هم خير من طبقوا هذا بالظبط على فكرة في كل بالظبط. المناسبات. صحيح صحيح. تلاقي عندنا في رمضان لازم الخشاف ولازم اللي هي الأكلات الرمضانية تروح وبنتشارك للجيران، كلنا بالظبط وما بالفعل. بنقول اي والله الجار ده صحيح مسيحي، الجار ده لا دين له، الجار ده صحيح ملناش دعوة. صحيح. في عاشوره يوم فرحة، ما هو مش هم كانوا بيصوموا فرحا صحيح. بنجاة سيدنا موسى، نعم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صامه فرحا بنجاته وقال: نحن أحق وأولى بموسى منهم. ولذلك تلاقي المصريين بقى أي حاجة سيدنا النبي بيفرح فيها بيفرح بها، نعم تلاقي هم بينشروا هذه الفرحة على المجتمع كله، بحيث كل المجتمع يشترك فيها، مسلم وغير مسلم، صغير وكبير، مريض وصحيح. وزي ما حضرتك قلت المصريين يعني سباقين، والمصريين اصحاب تجربه ملهمه الصراحه والحقيقه في الموضوع ده، خصوصا ان احنا نفرح كلنا مع بعض ونتبسط كلنا مع بعض ونقف مع بعض في كل أستأذنك حاجه. أقول جملة: اتفضل. المصريين خير من طبقوا الدين نعم. إلى برامج عمل. ما شاء الله. نعم. ربنا يبارك في حضرتك. معنا ليلى، السلام عليكم.
طيب معانا إيمان، سلام عليكم. ألو، الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ أهلا بحضرتك، اتفضلي سامعينك، اتفضلي. ألو اسمعينا بس، ممكن أكلم شيخنا الفاضل؟ مع حضرتك اتفضلي، اسمعينا من التليفون وقولي سؤالك على طول. تماما، حاضر، من فضلك. حاضر، أنا بوطي أهو التلفزيون من فضلك معلش عشان دي أول مرة أتكلم في البرنامج. يعني دلوقتي أنا بسأل شيخنا الفاضل بالنسبة للحج، لو في حالة إن أنا عندي مبلغ بس بستفيد منه في بصرف عليا في الشهر يعني، وفي نفس الوقت أنا زوجي حج خلاص، لكن أنا كصحيا ما بقدرش إن أنا ده أحج لوحدي، ده غير تكلفة الحج عالية، هل في اسم كده عليا إن أنا ما أديتش الحج؟ يعني أنا عندي 57 سنة بس أنا في صحيا ما بقدرش إن أنا حتى لو أي خروجة لازم أكون مثلا زوجي معايا، ما بقدرش أمشي لوحدي. وفي نفس الوقت المبلغ ده أنت بتستفيدي منه، يعني بتنفقي منه. وعندي بنات برضو على وش جواز إن شاء الله، فهل ده معناه أنا مش عارفة يعني، ربنا يفرحك بيهم. وسؤال حضرتك وصل، شكرا جزيلا يا استاذه ايمان. تعمل ايه يا شيخ احمد؟ هل عليها اسم انها ما تطلعش الحج؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واضح من حاله الاستاذه ايمان ان هي فاقده الاستطاعتين. احنا عندنا استطاعتين، استطاعه بدنيه واستطاعه ماليه. فهي كده فقدت الاستطاعتين، فهي لسه ما وجبش عليها الحج اصلا. جميل. نعم. معنا ليلى، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة، اتفضلي. لو سمحتي يا شيخة، عايزة أسأل حضرتك سؤال وتريحني بالله عليك. أنا ليا أخ عنده 40 سنة، أخويا الكبير، من يوم ما طلعنا في الدنيا أبشع مواقف اتحطينا فيها كانت بسببه هو، عامل لنا مشاكل من كل حتة وإحراج، وأبويا وأمي غضبانين عليه من كتر الأذى اللي هو بيأذيه لهم. فأنا حاليا بصراحة بدعي عليه إن ربنا ياخده، لا يعني حول ولا قوة إلا بالله. لا ما ندعيش، تدي عليه ربنا ياخده ليه؟ ما بيأذينا طول الوقت. بيأذينا مع الناس اللي جايبينها. ادعي له بالهدايه في حياتنا، ادعي له بالهدايه يا استاذه ليلى. طيب حاولتوا معاه يعني حد من الكبار، سواء الاب او الام او اي حاجه؟ هو عنده 40 سنه يعني مبلطج علينا وبيأذينا في حياتنا وفي كل حاجه. والحاله حتى اللي بيحاول يقدم له المساعده، يعني اخويا يشوف له شغل يوديه مثلا شغل، يسرق المكان اللي هو يشتغل فيه، طبعا يسبب احراج لاخويا، مسبب لنا كلنا احراج. تعبت منه الصراحه، مسبب لنا مشاكل في حياتنا، قاعدين طول الوقت خايفين منه من البلاوي اللي بيجيبها لنا. وصل سؤال حضرتك يا استاذه ليلى، والشيخ هيرد على حضرتك، بس يعني نصيحه كده من اخ، بلاش موضوع ان احنا ندعي على حد مهما كان، والشيخ هيوضح لحضرتك. طب هو في مشكله كبيره قوي، ان هي بدعاها عليه هو بيزداد سوءا. طب ما ندي عليه، هيعود ده بالنفع عليه هو، ندعيله ان هو يهتدي. ندعيله بالهدايه، فيعود ده بالنفع عليه ان هو يهتدي، زائد ان هيعود علينا احنا كمان بالنفع. صحيح. ان هو لما يهتدي هيعملنا كويس. صحيح. كنا بنتكلم على المصريين وكيف فهموا الدين و ترجموه في ألفاظ من الأمثال ومن الحكم ومن البرامج العملية. صحيح. في حياتنا اليومية، فكانوا يقولوا الواحد لما بيتوجع بيقول أخ. بيذكرونا كده بعبارة. صحيح. جميلة. صحيح. إيه قيمة الأخ في الحياة. ربنا يهديه يا رب. فإحنا ندعي له بدل ما ندعي عليه، يقوم يعود بالنفع عليه وعلينا، وما نملش ابدا. يعني الهدايه بايد ربنا عز وجل، اصل الهدايه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، في لحظه ممكن يهتدي ويتغير حاله. يعني لا احنا اللي هنهديه. صحيح. ولا انت اللي هتهديه بنصحك. صحيح. ربنا اللي هيهديه. فانت يعني توجهي الى الله بالدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه لنفسه وللاخرين. اللهم امين. معانا اسماء، سلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اتواصل مع شيخ اسال سؤال بس عن الميراث؟ مع حضرتك، اتفضلي. والدي توفى وترك زوجه واربع بنات، وكان لي ست اخوات، منهم اربع بنات واثنين ذكور. الذكور اتوفوا في حياه في وجوده،
تمام. والبنات 3 منهم متوفهم ومش موجود منهم حاليا الا واحده هي اللي على قيد الحياه. في حال حياته مين اللي كان عايش من الاخوات؟ الاخت. يعني هو لما مات ساب زوجه واربع بنات واخت، ومن اخواته اخت واحده، وتلات اخوات ماتوا واخين ماتوا قبليه. وهو عايش، هما توفوا وهو عايش. فانا عايزه اعرف دلوقتي وضع الميراث ايه، او بيتقسم ازاي، او الوضع بيكون ازاي. حاضر، شكرا يا استاذه اسماء، شكرا لحضرتك. يتقسم ازاي؟ الزوجة هتاخد التمن، والبنات هياخدوا التلتين، والأخت الشقيقة هتاخد الباقي. هنقسم التركة على 24 سهم. الزوجة هتاخد 3 على 24 اللي هو التمن، والبنات هياخدوا 16 على 24 اللي هو التلتين، وهيتبقى 5 هتاخدهم الأخت الشقيقة. جميل جدا. معنا نادية، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا، من فضلك ممكن اسال صوت الشيخ على سؤال؟ مع حضرتك، قولي سؤالك اتفضلي. انا لما رحت في الحج قضينا ان هو يوم رمينا جمرة العقبة، وبعدين خدنا 3 ايام بتوع التشريق في منى، ورجعنا مكة، فما قدرتش اطوف طواف الافاضة في نفس اليوم، طفت ثاني يوم. هل ده فيه وزن؟ ابدا يا ست، مفيش وزر ولا حاجه، والحج صحيح ان شاء الله. شكرا شكرا يا حاجه نادي، ربنا يطمن قلبك دايما كده ويتقبل منك. بيعجبني الحرص ما شاء الله، وبيبقى ده اللي عايز اقوله يا جماعه، اهميه برنامج زي ده، ان السؤال فعلا بيبقى شاغل بال الانسان، ويبقى قاعد لحد ما يوصل للراحه، ان الشيخ يديله الحكم فيطمئن. معانا سعاد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ازيك يا استاذ مهند؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، وحضرتك طيبة وبخير دايما وفي أحسن حال يا رب. الله يخليك. أنا استفدت الشيخ، عندي سؤال. وقت ما بنصلي الفجر في الجامعة ومقف في المسجد بصلي ركعتين، طب أنا بصليها في البيت، ما أقدرش أروح المسجد، أنا ست كبيرة عندي 64 سنة، يجوز ولا لا يجوز إن أنا طبعا يا ستي وبعد أذكر الله طبعا النساء شقائق الرجال، فأنت اعملي زي ما بيعمل اللي هيروح المسجد، وتصلي الصبح حاضر كده، وتقعدي تذكري الله وتقرأي القرآن لحد ما تطلع الشمس قدر رمح. يعني ايه قدر رمح؟ يعني بعد الشروق بتلت ساعة، وتصلي الركعتين تاخدي الثواب كاملا ان شاء الله. ربنا يتقبل يا حاجة سعاد، وما تنسيناش بقى كلنا من دعائك كده، ربنا يتقبل. استاذنك الشيخ احمد، نروح لفاصل. اتفضل. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا مشاهدينا. اهلا بحضراتكم مره تانية، بفكركم انكم تقدروا تشاركوا معانا من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه قدام حضراتكم، او من خلال صفحه قناه الناس على فيسبوك. ناخد كده من اسئله الفيسبوك. شيخ احمد، معانا محمود ثابت بيقول: السلام عليكم، ايه حل التشتت الفكري؟ صليت وما زلت في تشتت فكري، لا اتذكر سوى الضار لنفسي. عنده تشتت فكري او وساوس او كده، يعمل ايه؟ يكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، لأن اللي هو بيمر بيه ده نوع من أنواع الهم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر من يكثر الصلاة عليه، قال: يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. جميل جدا. فهي محلولة بكثرة الصلاة والسلام على حضرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. غازي بيقول: ما حكم الدين في تقليم الأظافر سهوا قبل الأضحية؟ أبدا ولا شيء عليه، ولا إثم ولا فدية ولا حاجة. جميل جدا. في أكاونت اسمه تعلم أمور دينك بيقول: إيه الأذكار التي تسنى أن نقولها في العيد؟ هل في أذكار معينة مثلا؟ هو يستحب إحياء العيد بالتكبير. إن إحنا زي ما قلنا من شوية، التكبير المطلق وبالتكبير المقيد. طبعا الذكر الأمر فيه على السعة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله، فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بأي شيء ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه به. جميل جدا. معنا نعامة، سلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، تفضلي. الله يبارك لك يا رب. أنا دلوقتي يعني من ساعة من 20 رمضان الحج توفى وأنا خذني يعني حتى أنا عييت يعني حتى روحي إن أنا ندمانة إن أنا عملت حاجة زعلته. إن يعني إن أنا ولا يا ولد ما فيش حاجة زعلته خالص مني. الله يرحمه يا رب ويصبرك. ما تفاجأت. بس دلوقتي حتى أنا لو لما جاي العيد رمضان برضه في حزن وعيد الضحية ده هو كان يعني بيبقى هايط بيبقى فرحان وبيسمع. وانا دلوقتي ان انا حزينه حتى لما حد يقول كل سنه وانت طيب لابني ولا يقول حضرتك بتتكلمي يعني على الشيخ احمد كان بتوجع قلبي. حضرتك بتتكلمي على الشيخ احمد كان بيوصينا بيه ان دي ايام فرح وما نحزنش فرح. فيها صح أيوة. كده انا مش قادره والله يا شيخ مش عارفه انا اعمل ايه مش قادره حتى ولادي ولاد ولادي يعني حزانه جنبي يعني ليل نهار اعيط انا مش عارفه ربنا يصبرك ويربط على قلبك وده من حسن العشره ربنا يعني يتقبل من حضرتك انك يعني إنسانة صالحة كده ودي كل أم وكل ست مصرية فيها الطبع العرفان وطبع يعني إن طول الوقت فاكرة زوجها وفاكرة إحسانه ليها وفاكرة ده كله فبتبقى حزينة تعمل إيه يا شيخ أحمد مع إحنا بنبشرها إن زوجها رحمة الله عليه هو في عالم البرزخ فرحان برضه فلما انت هتفرحي بالعيد امتثالا لامر الله ورسوله هتلاقيه فرحان على فكره الموت ده مش فناء الموت ده زوج حضرتك الكريم رحمه الله عليه انتقل من دار الدنيا الى دار البرزخ ومنها الى دار الاخره بس فانت بتحزني على فراقه لكن لما تيجي في هذه المناسبه هو كمان لما انتوا نروح نزوره ونوهب له ثواب صدقة هو هيفرح كمان لأن هو روحه موجودة فهو هيفرح لفرحك ربنا يرحمه ويصبرها ويربط على قلبها يا رب معنا وليد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اتفضل الله يخليك خليك كل سنة وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب الله يخليك يا رب كنت عايز بس استأذن فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور أحمد وسام ان انا دلوقتي بصلي قيام الليل مثلا هلاقي نفسي الساعه مثلا 11 هدخل انام او كده فاقوم اصلي ال 10 ركعات واوتر بواحده ده اللي انا اعرفه عن سيدي صلى الله عليه وصحبه وسلم انه كان بيصلي ال 11 ركعه دول ساعات بقلق تاني ليلا مثلا الساعه 3 قبل الفجر بنص ساعه او حاجه اصلي تاني ولا اعمل ايه ده نمره واحد نمره اتنين عندي رجاء بس من الدكتور احمد اتفضل استاذنك يا دكتور بعد اذن حضرتك ان شاء الله باذن الله عن قريب انا عمري ما عملت عمره فاذا حضرتك ربنا اكرمك قريبا ورحت عملت عمره باذن الله اوصيك واستاذنك تبلغ حضره النبي مني السلام. حاضر. اللهم صل وسلم وبارك عليك حاضر. حبيبي يا رسول الله شكرا لحضرتك يا استاذ وليد ربنا يبارك في حضرتك. طيب معنا محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضل. السؤال والله حضرتك فيه جمعية رجال أعمال بتدي فلوس تنمية مشاريع فجبت منها فلوس اشتريت بها أضحية هل يجوز ولا إيه؟ ماشي يا أستاذ محمود هم أساسا بيدوا الفلوس لمشاريع أنت أخدتها واشتريت بها أضحية صح كده؟ بالظبط كده ماشي يا أستاذ محمود شكرا لحضرتك طيب نرد الأول على أستاذ وليد بيتكلم على مسألة قيام الليل أنا صليت قيام الليل وأوترت ونمت وصحيت تاني هل اصلي بقى اكمل شويه قيام ليل كمان ولا خلاص طالما اوترت كده ممكن وعندي طريقتين اما ان انا اصلي تاني ركعتين زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقدرني بس من غير موتر مره تانية والطريقه الثانيه ان انا اشفع الوتر فانا اجيب ركعه واحده في الاول بنيه او بقصد ان انا اشفع الوتر اللي انا جبته قبل ما نمت أتممه كصلاة زوجية كأنها عشان يبقوا ركعتين وبعدين أكمل ركعتين وبعدين أجيب الوتر في جدا. آخر الصلاة كده أو كده يجوز وطبعا جميل. هو يعني كان مشايخنا يعلمونا إن لما حد يقول لك كلام فيه لمحة بشارة تقول قبلنا البشرة فإحنا بنقول لك يا أستاذ وليد ربنا يوعدنا وإياك بالعمرة جميل. وبالحج وبزيارة الحبيب المصطفى وقبلنا البشرة التي ألمحت بها في ثنايا كلامك الجميل يعني جمعا شكرا ليك وكل عام وانت بخير ربنا يكتبها لكل مشتاق
طيب محمود كان بيسأل على الفلوس، اشترى بيها يعني فلوس أخذها من حاجة جمعية رجال أعمال أو حاجة لتمويل المشروعات واشترى بيها أضحية. هو احنا عندنا المشكلة هنا مخالفة شرط العقد، إن هذا المال يعطى لتدوير عجلة الإنتاج للاستثمار، فده أنت كده خالفت شرط العقد ومخالفة شرط العقد لا يجوز. جميل. معنا تليفون، معنا مين؟ فوزية، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام. أهلا بحضرتك، اتفضلي. ألو. أيوة مع حضرتك. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله بخير، اسمعينا من التليفون بس بعد اذنك. طيب اخويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حاضر حاضر. قولي سؤالك على طول، قولي سؤالك على طول. الحمد لله بخير، طول ما حضرتك بخير احنا بخير. والنبي عايز اسال الشيخ حاجه. اتفضلي تحت امرك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا ستي، اتفضلي، كل عام وحضرتك بخير، اتفضلي. طب خير، كل سنه وانتم طيبين. والنبي انا عايزك تدعي لي لو رحت العمره برضو زي الجدع اللي قال لك ده يدعي لي يعني. يا رب قبلنا البشرى وربنا سبحانه وتعالى. يعني عشان عملت عمليه فيها وباظت. الف سلام عليك. الف سلام عليك، ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هيسامحني. يعني بنقعد نقرا امتحانك كده عشان مش شايفاه، ربنا هيسامحني. ده ربنا هيديكي ثواب كتير قوي. طيب ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حاجه فوزيه، ربنا يشفيكي ويعافيكي. والبشرى النهارده الشيخ احمد ايه ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب كده لحضرتك ولا تنسانا بقى. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يتقبلنا جميعا والسامعين والمشاهدين. امين يا رب، يا ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. معانا محمود، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما. عندي سؤال والله محيرني. تحت امرك، اتفضل. انا يعني ليا صاحب مصنع، لي عندي 1000 جنيه من فتره، وصاحب المصنع ده اتقفل وهم ماتوا، وال1000 جنيه ده اعمل فيها ايه؟ ليك سؤال تاني او حاجه؟ لا يا فندم. انت مش قادر توصل لهم خالص باي طريقه؟ خالص. ماشي، شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. طيب هو حد كان ليه عنده فلوس ومش قادر يوصل له نهائيا، يعني بيقول يحفظها امانه على جنب لحد ما يظهر. الدنيا عجيبه قوي، خصوصا في زمن الانترنت. واللي احنا شايفينه من التطور التكنولوجي، المصريين يقولوا عباره جميله قوي، يقولوا الدنيا ضيقه، الدنيا صغيره. صحيح. واحد بعد 15 20 سنه انت لم تكن تظن ابدا ولا حتى يخطر ببالك ان انت تقابله، وتقابله وتلاقيه بقى جارك، وتلاقيه بيصلي جنبك، وتلاقي. فانت احتفظ لهم بهذه الامانه، او احتفظ لهذا الشخص بهذه الامانه، وسوف تجده ان شاء الله. ان شاء الله. انا عاجبني قوي شيخ احمد ما شاء الله البشارات اللي جايه لحضرتك النهارده، ومساله العمره ربنا يكتبها يا رب لكل مشتاق. امين. وفقل حسن، حضرتك بتعلمنا مساله الفقل الحسن، واحنا نتمنى دايما لبعض الخير، وان احنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جه في الصلح فبعتوا سيدنا سهل، بس ما كانش أسلم ساعتها. فلما عرف إن اللي جاي سهل، قال أبشروا سهل لكم أمركم. سبحان الله، حتى بالاسم. فهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كده، كان يحب التفاؤل بالعبارات وبالأسماء، وكان ينهى عن التشاؤم وعن التطير. دي نقطة مهمة، وكمان عاجبني لفتة برضو طيبة حركة يعني علمتها لنا وإحنا قاعدين، إن أي حاجة تقدر تعملها تفرح بيها اللي قدامك ده شيء جميل، ده شيء من أمور الدين، دي عبادة. إن هل تبشره ولا تنفره؟ تبشر غيرك بحاجة وتفرحه بحاجة وتقول له حاجة تفرحه وتدخل عليه السرور، دي عبادة. نعم. من خير العمل إن إحنا ندخل السرور على الآخرين. جميل جدا. من أسئلة الفيسبوك، إهبال عبد المجيد بيقول: وما حكم من ذبح أضحيته ولا يصلي؟ يعني يكون هيضحي بس مش بيصلي. هو دي عبادة ودي عبادة. الأضحية حاصلة ومقبولة إن شاء الله، ولكن إحنا بننصح هذا الإنسان أو هذا الشخص إنه هو يحافظ على الصلاة، وبنقول له لو أنت بقى جنب الأضحية اللي هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر وفي هذه المناسبة، فأنت بقى ما بالك بقى لو أنت بتصلي.
فده أدعى للقبول وأدعى لتعظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. معنا سلمى. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. أنا قبل السؤال بتاعي هوجه رسالة برضو لشيخنا الفاضل، لما يروح عمره بإذن الرحمن يدعي لي إن ربنا يرزقني الزيارة ويشفيني ويبلغ سلامنا للرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. كده وجبت الشيخ أحمد بقى، خلاص كده وجبت. ربنا يبارك فيك. سؤالك إيه؟ اتفضلي. أنا اتجوزت بنتي وكانت فيه شروط والأمور كلها تمام، بمجرد الجواز طلع كل حاجة كده وأصرين على الانفصال نظرا لاستحالة العشرة بينهم. وأصر الطرف الآخر إن ياخد 3/4 الذهب بتاعها، وعشان نتمم موضوع الانفصال اديناهم الذهب رغم عنا. ده حرام ولا حلال؟ بعد جواز دام 5 شهور وبعد النصح والإرشاد ودخلنا كبراء العيلة من ناحيته وكل حد، بس مصرين على الغلط من طرفه. طب سؤالي يا أستاذة سلمى، سؤال، مش حضرتك بتقولي قعدتوا واتفقتوا وارتضيتوا ان انتوا ترجعوه؟ لا لا، حضرتك لما ضغطوا علينا لو عايزين تنفصل بنتكم هاتوا ذهبنا. يعني يا ست سلمى البنت هي اللي كانت عاوزه الطلاق؟ ايوه حضرتك، عشان هو طلع غشاش في حاجات كتيره واستحال بينهم العشره. ودلوقتي اتطلقوا وخلاص رجعت لهم الذهب، صح كده؟ اتطلقت وخد الذهب. انتوا حاسين بقى ان الذهب ده كان حقكم، فانت متضايقه من ده صح؟ لا احنا بنسال اللي عملوه ده حرام ولا حلال. طيب حاضر. على اساس بنتي 5 شهور وبقت واخده لقب مطلقه. ايوه فاهم حضرتك. حاجتها ربنا يفرحك بيها عما قريب يا رب ان شاء الله، يرزقها الزوج الصالح يا رب. شكرا يا استاذه سلمى. هل حلال ولا حرام اللي حصل؟ هو خلينا مش كل مساله بنتناولها من جانب الحلال والحرام. اتفضل. احنا بنتناول هنا ايه المحاسن وايه المفاسد اللي حصلت. احنا بعد ما بنتنا كانت هتعيش في ضنك وفي عذاب وفي كذا، وكأننا اشترينا البنت بهذه الأموال التي تنازلت عنها مثلا. كثير تجيلنا حالات نلاقي ان التمسك بعرض الدنيا أدى إلى مشكلات أكبر وتبعات نفسية واجتماعية ومالية تفوق ما لو كان الإنسان قد إيه يعني مشى الأمور. صحيح. المصريين يقولوا إيه؟ يقولوا الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد. ده في سياق التجارة وفي سياق البيع والشراء، لكن إحنا عاوزين نقول معلش، البنت طالما هي شافت إن مش هتقدر تعيش هذه الحياة ومش هتقدر تستمر فيها، وإن إحنا نفترق قبل ما يبقى بيننا ولد وتكسر بيننا المشاكل وكذا، وهي تنزلت برضاها بناء على نوع من لا مش هنطلق إلا ما تتنازلي عن كذا، مش هنطلق إلا ما ترجعي كذا، فهي وكأن البنت اشترت نفسها بهذا المتاع وهذا الذهب الذي يعني في مقابل ارتياحها النفسي وكذا لا قيمة له. فاحنا بنقول معلش، قدر الله وما شاء فعل، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا فيها وان يرزقها بالزوج الصالح ويعوضها عما جرى لها في هذه الزيجة الأولى. اللهم أمين يا رب. سؤال تاني من أسئلة الفيسبوك. إهبال عبد المجيد برضو بيسأل، بيقول بخصوص صيام يوم عرفة، هل نصوم يوم وقوف حجاج بيت الله بعرفة أم نصوم اليوم الذي يوافق عرفة ببلدنا؟ غالبا هو مش يعني مش من مصر أو كده. لو أنا مثلا في بلد أجنبي أو حاجة ويوم عرفة مش متوافق مع اليوم، هو خد بالك اختلاف الزمان ده مش كمان في الأهلة بس. يعني مثلا لو واحد قاعد في أمريكا فهو احنا وقفنا بعرفة وخلصنا وهو لسه هيبتدي يصوم، فهو ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا في هذه العبادات بخلاف الحج بقى، بخلاف المناسك. لا المناسك دي عشان كده ليها مكان محدد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مش اللي هو لا، دي مرتبطة ببقعة معينة وبالزمان بتاع هذه البقعة. لكن عبادة الصيام، عبادة الصلاة، عبادة الأضحية دي مرتبطة بالزمان اللي أنا فيه والمكان اللي أنا فيه. فبتاع أمريكا ده
هيصوم ابتداء من فجر يوم عرفة بالتوقيت المحلي اللي هو التاسع من شهر ذي الحجة. هيبتدي يذبح الأضحية بتاعته بعد ما يصلي العيد بتوقيته هو برضه بالتوقيت المحلي وهكذا. جميل جدا. معنا لمياء. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل شيخ؟ مع حضرتك اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا ساكنة بجوزي في نفس البيت. ساكنة إيه؟ جوزي ساكنة نفس البيت. أنت ومين؟ أخت جوزي. أنت وأخت جوزك؟ أيوة. أخت جوزي جوزها أهله طلعوني البيت عشان هي كان ما بينها مشاكل هي وجوزها، وجوزي وهو اشتركوا في بيت وهو ليه التلتين وإحنا لنا التلت. فهي بتعاملني وحش جدا. هي من يوم ما انا دخلت هي وجوزها في مشاكل، وكل ما يحصل مشكله ما بينها وبين جوزها نروحوا معاها في بيت اهلها عشان جوزها ايه بيقطع لنا الميه والنور، وبنروح معاها عبايه يحلوا المشكله، وبعد ما بيحلوا المشكله احنا كده بنتنازلوا عن حقنا. بس هي برضو ما بتسيبنيش في حاله وتفضل تتعارك معايا عشان جوزها كان شكر فيها يعني ان انا ايه ما بعملش حاجه وما بيسمعش يحس وكلام مني. انتوا قاعدين في نفس البيت بس كل حد في شقه مقفوله عليه، صح كده؟ اه بس هي بقى بتعاملني وحش وبتقول لي انا هنا بدل امي، وعايزاني ايه في انزل لها، وعايزاني اتعامل معاها بقى بطريقه بقى مش عايزه اطول عليكم. جوزك موقفه ايه؟ جوزك موقفه ايه يعني لما بتحكي له او كده بيشوف المشاكل دي بيتصرف ازاي؟ جوزي ما بيعجبوش تصرفها، وكذا مرة سمحها وهي بتتكلم امه في التليفون وكده عليا وواجهها، وهي برضو ببجاحة برضو ردت عليه وما عجبتوش قبل كده برضو سمحها، وهو بيقول هي بتقول لامها ده انا لو حطيته في دماغها طلعه من البيت. طيب سؤال تاني يا استاذة لمياء، انت حاسة كزوجة كده جوز حضرتك يملك ماديا انه يقدر يطلعك بره البيت ده، ولا حاسة ان مفيش امكانية لده؟ لا مفيش ماديا، ده حتى هو ما معهش مديون من ساعة ما اتجوزنا. حتى انا جبت ولد وتوفى بتفضل تشتمني وتقول لي انت خلاص. وصل من غير ما تقولي هي قالت لك ايه، وصل ان في مشاكل والشيخ احمد هيرد على حضرتك هنا المفروض يبقى التصرف ازاي او نتعامل ازاي. شكرا لحضرتك. تعمل ايه يا شيخ احمد؟ هي حاسه ان هي يعني ايه البيت فيه مشاكل طول الوقت لان في حد هو تاني. طبعا احنا بناكد على ان هي ليها ثواب على صبرها. نعم. لان من خالط الناس فصبر على اذاهم احب الى الله من الذي لا يخالطهم فلا يصبر على اذاهم. ده نمره واحد، يبقى هي ليها عظيم الثواب بهذا الصبر. نمره اتنين، هي طالما بيجي لها أذى من هذا الاختلاط الكثير والمعاملة المستمرة مفيش مانع إن هي تقتصر. يعني إيه تقتصر؟ يعني على قد السلام، على قد المجاملات فقط، لكن تخليها في حالها قدر الإمكان عشان تدفع عن نفسها الأذى. لأن إحنا عندنا حديث مهم جدا وعليه قاعدة من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء، اللي هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. جميل جدا. يعني وقتنا خلص بسرعة جدا، لكن وصية أخيرة عايزين نسمعها من حضرتك، لأن السؤال ده تسألناه كتير وسمعناه كتير. أنا ما صمتش الأيام اللي فاتت دي كلها، وبكرة إن شاء الله يوم عرفة أصوم، وحضرتك سريعا كده نعمل إيه في يوم عرفة عشان نكتمل يوم عرفة ده. له ثواب مستقل. نعم. فصيامه يكفر السنة الماضية. نعم. والسنة اللاحقة. هذا اليوم يستحب فيه كثرة الدعاء، هذا يوم يطلع الله فيه على خلقه فيغفر لهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جميل جدا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء، شرفتنا ونورتنا ودائما نستفيد كده من حضرتك. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. وبشكر حضراتكم مشاهدينا. وصيه من الشيخ احمد كده ان شاء الله لينا كلنا نغتنم اليوم الجميل ده، اليوم خير يعني الايام، ويوم ثوابه كبير جدا. كلنا نجتهد ان شاء الله في الطاعات ونصوم كده، وربنا يتقبل مننا جميعا. نشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.